الاستاذ العظيم طارق عبد الله المنتج المعروف اللي طلع لنا حمد هلال وهني شاكر محمد محيي. الحقيقه حضرتك يعني عملت لنا تاريخ وعملت لنا جيل اللي بيسموه جيل الثمانينات. ايوه الثمانينات التسعينات. الثمانينات والتسعينات. انا بيشرفني طارق بيه طارق عبد الله المنتج الجميل. فرصه سعيده جدا. الله يخليك. انا اتشرفت بحضرتك يا عزيز والله.